خلونا نعرف تفاصيل أكتر من خلال الكابتن إيهاب حسن عبد الوهاب، مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء اللي معانا دلوقتي عبر الهاتف. صباح الخير على حضرتك يا فندم، أهلا بيك. صباح الخير أستاذ بسنت. صباح الخير يا كابتن، وفي البداية عايزين نعرف مبادرة أنت الأغلى. مبدئيا اختيار الاسم يوحي بأنها تشمل على الكثير من الفعاليات، عايزين نفهمها من حضرتك. صباح الخير أستاذ سامح. هو مبادرة أنت الأغلى دي طبعا تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبح وزير الشباب والرياضة، بالتنسيق والتعامل والتكامل والشمولية ما بين مديرية التربية والتعليم والأزهر الشريف. طبعا ده تم بالتنسيق والعرض على معالي الأستاذ الدكتور سيادة اللي هو الدكتور محمد عبد الفضيل شويش محافظ شمال سيناء. وطبعا زي ما ذكر كده الاخت الفاضله في التقرير انها تمت طبعا في مدينه رفح والشيخ زايد والحسن والنخل ومدينه العريش، واستهدف المشروع طبعا حوالي 2000 طالب في مرحله الابتدائي والاعدادي وجزء من الثانوي. كنا بنركز دايما على المستوى العمر بتاع الابتدائي والاعدادي. طبعا ده كله تم من خلال الاداره المركزيه للناشئ بقياده الاستاذ جيهان والاستاذ وفاء. وطبعا زي ما انتم عارفين محافظه شمال سيناء زي ما بيقولوا كده بالعاميه النفس، يعني الشهيه مفتوحه لقبول كل شيء. النهارده البرنامج بيتكلم في الولاء والانتماء ونبذ العنف وازاي نتعامل وانتماء الاوطان، كل ده كان شغال في الورش. بالاضافه للجانب الفني للجانب الترويحي للدعم النفسي، ده كله كان في المبادره. بالاضافه للشيء الجميل جدا ان كانت الاسر بتبقى معاهم. زي ما شفتم كده في التقرير بعض الاسر كانت موجوده والحاجه دي كانت جديده. وفي ظل التوجيهات للاستاذ الدكتور اشرف صبحي تكثيف الانشطه في محافظه شمال سيناء مطلوب بنسبه تفوق الوصف. فيعني بمجرد ما انتهت انت الاغلى دخلنا في مبادره انكب حياه كريمه كمان. فعايز اكد ان وزاره الشباب والرياضه بتولي طبعا في اهتمام كبير جدا بالانشطه، في اهتمام كبير جدا بالبنيه الاساسيه، في اهتمام باعداد جيل واعي عنده وعي كبير للغايه جدا. محافظه شمال سيناء يمكن احنا لما رحنا شبانة كان ملفت للنظر، شبانة دي يمكن على جنوب رفح، حاجه كانت يعني عظيمه للغايه جدا. شفت المشايخ، شفنا العواقل، شفنا مدير الهيئات، شفنا الاولاد، شفنا المدرسين، شفنا مدير المراكز الشباب والانديه، وشفنا الناشئ اللي هو الفئه المستهدفه. طيب حابه اسال حضرتك سؤال، يعني بناء على ايه تم تحديد المناطق اللي استهدفتها المبادره؟ تمام، المناطق دي طبعا كل الشكر والتقدير لمديريه التربيه والتعليم في محافظه شمال سيناء والقصر الشريف. كان في تنسيق ما بين مدير الادارات للشباب والرياضه ومدير الادارات في التربيه والتعليم، وقد تم الاماكن اللي هي يعني احنا راعينا برضو الاكثر احتياجا. ولما قعدت مع معالي الاستاذ الدكتور اللي هو الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، كان في توجيهات دايما الشيخ زويد رفح والوسط، يعني على اساس انهم الاكثر احتياجا الاكثر احتياجا. فبصينا طبعا الكلام ده تم التنسيق وتم العرض مع الاستاذ حنان المداع والاستاذ حمزه رضوان مديريه التربيه والتعليم، وقد كان يعني في وجهه نظرنا ان المستهدف فوق كمان. يعني احنا كنا مستهدفين 2000 زي ما شفتم يمكن كده في التقرير، قد يجوز ان احنا ال 2000 دي كانت مضاعف. احنا عدينا بمرحله يعني في مدرسه الغزالي كانت حجم كبير جدا، كان مستهدف مثلا 400 طالب في شبانه لقينا اكتر، واخد بال حضرتك. فالاماكن دي كلها كانت تم اختيارها بعنايه جدا بتنسيق كامل مع مجالس المدن. في نفس الوقت كل رئيس مدينه قابل الاولاد، قابل اسرهم، قابل الوفد اللي جاي من وزاره الشباب. كل ده تم في فتره وجيزه جدا وفي اجازه نصف العام.
الجانب الدعم النفسي طبعا شايفين، الترويحي، اكتساب بعض المهارات، الروح المعنوية. يعني عارفة حضرتك لما تيجي من القاهرة لحد حدود رفح في ظل عظمة الدولة المصرية، جيش وشرطة، النهاردة الأكمنة مش موجودة، الاستقرار الأمني، التطوير الشامل اللي بتشاهده محافظة شمال سيناء في البنية الأساسية النهاردة، وتوصل لحد رفح بالمنظر ده، فكان بالنسبة لهم حاجة جميلة جدا. وبالنسبة للأطفال ده كل الدنيا جانا، مدير التربية والتعليم والأزهر الشريف والشباب والرياضة ومجالس المدن. يعني ده اللي احنا بنقوله، واحنا اقترحنا اقتراح جميل جدا ان احنا عايزين اليوم ده يبقى سنة اسبوع. هل في مراحل عمرية معينة بنختارها يعني في الطلبة؟ ايه بقى من كام لكام؟ هي الإدارة العامة الناشئ في الإدارة المركزية طبعا دي شغالة مرحلة الابتدائي والإعدادي والثانوي. ده من سن المرحلة الثانوية لحد الابتدائي. أما فيما زاد عن ذلك اللي هو مرحلة الجامعة بقى بنخش المستوى اللي هو اللي بتاع عمر الشباب بنشتغل عليه. فلما اشتغلنا احنا كنا مركزين على الابتدائي والإعدادي. أنت عارف حضرتك الابتدائي ده النهارده الذين مثلا 10 سنين و11 سنه و12 سنه، يعني كان ممكن تقول طفل في حضن امه وما بيسمعش غير طلقات النار. واخد بال حضرتك؟ فانت بتغيري بقى المفهوم، يعني بتتعاملي بقى بطريقه. ده يخلينا نتكلم معاك يا كابتن ايهاب في نقطه مهمه جدا، وهي ازاي استقبل الاهالي في شمال سيناء مثل هذه المبادره. يمكن هو واضح طبعا من خلال التقرير، لكن عايز اعرف من حضرتك اكتر. والله استاذ سامح المبادره دي للامانه يعني انا بشكر فيها الدكتور اشرف صبحي، لان فعلا كل ما تشتغل شغل جماعي يبقى المنتج افضل. صحيح. يبقى العطاء اكتر. الاولاد واسرهم كانوا فرحانين جدا 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 بالمبادره دي. بالعكس ده كانت كل اداره كمان بتحاول تبقى احسن من الثانيه. انا عايز اقول لحضرتك انت شفت مدرسه نخل الاعداديه مليانه. ده ممكن يعني دي رساله، ادي نخل اهو ابتدت. يعني بمجرد ما يشوفوا الدعم ويشوفوا الجانب التدريبي. صحيح. ده عظيم جدا التلويحي. وهذه ليست المبادره الاولى زي ما حضرتك ذكرت، حياه كريمه كمان في شقها الرياضي بتقوم بمجهود كبير جدا في شمال سيناء. شكرا جزيلا كابتن ايهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضه بشمال سيناء، شكرا جزيلا ليك يا فندم.